يعد مشروع تشكى بصعيد مصر من أهم المشروعات القومية التي أعادها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحياة مرة أخرى. هذا المشروع قادر على أن يكون نقطة فارقة في الاقتصاد المصري وفي ملف الأمن الغذائي الذي سيجعل مصر تتمتع برقعة زراعية هائلة تصل مساحتها لأكثر من مليون فدان من الأراضي المستصلحة، خاصة في ظل ما تستهدفه الدولة المصرية من الوصول إلى نحو 4 ملايين فدان خلال مدة زمنية لا تزيد على عام من الآن. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة. أهلا بك دكتور. يعني كيف يسهم مشروع تشكى والمشروعات القومية الزراعية الأخرى في رسم المستقبل الزراعي لمصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا خلينا نتكلم على مشروع تشكى كيف يكون. كفاية أن احنا نعرف أن تشكى حلم كان 400,000 فدان، ولما كان حلم لا يحمل مؤهلات التنفيذ في مراحله السابقة وبناء عليه تحول لمشروع غير مجدي أو في مرحلة من المراحل قبل 2013 كان مشروع متوقف أو متعثر، أو كميات الأراضي المزروعة منه لا تتعدى 15% أو 20%، رغم أن كانت البنية التحتية بتاعته كانت معمولة على 400,000 فدان. إيه اللي تم بعد كده؟ أن تم بعد 2013 تم إعادة هيكلة هذا المشروع، خصوصا بالتحديد من 2017 بدأت فخامة الرئيس كان له 7 أسئلة محددة. المشكلة فين؟ أنا عندي مية، عندي أرض، عندي مستثمرين، لماذا لم يتم زراعة 400,000 فدان؟ فكانت الإجابة من الجهات المختصة، كما إحنا على رأسها في الوقت ده مركز بحوث الصحراء، أن إحنا الإجابة دي فين الأرض دي؟ ونعم عليه بفضل ربنا أولا وأخيرا بفضل القدرة السياسية أو القيادة السياسية الحكيمة بأن احنا ندور على مشاكلنا. اللي حصل فيها تم إعادة الدراسات الهندسية، وتم إعادة دراسات التربة، وتم إعادة دراسات الجدوى لهذا المشروع مرة أخرى كومبليتلي من في 2017 لحد ما توصلنا في آخر 2018 على ان ليس فقط ان 400,000 فدان دولت من الممكن الاستفاده منهم وزراعتهم فعلا، اللي كان ما زرعش منهم اكتر من 25% او يمكن ما كملش 20% كمان، لا ده احنا ممكن نزود عليهم ما حتى توصل المساحه المنزرعه في هذا المشروع لما يقرب من 1,000,000 فدان. جم منين الفدان ده؟ بعد ما تم تغيير الخريطه المحصوليه للمنطقه، وبدأ التعامل مع آليات دراسات المناخ الحديثة اللي أنا فيها عندي شهر أو 2 درجة الحرارة فيه بدأت تتغير لأعلى، فبالتالي لازم التعامل فيها مع محاصيل معينة من النوعيات الاستوائية. الجزئية الثانية أن احنا بدأنا نزود ما يقرب من 400,000 فدان، على الأقل يصلوا إلى 600,000 فدان في مناطق مختلفة من مناطق تشكى، سواء كانت المناطق اللي مزروعه على الفرع الرابع، وعلى الفرع الرابع داش اللي هو الفرع الرابع الثاني كان عندنا فرعين اساسا لحد 2017. الفرعين دولت اللي عليهم حوالي ما يقرب من 400,000 فدان، كانوا مش ما هماش محفورين اساسا. نعم طيب يعني دكتور، يعني اتفضل، دور هذه المشروعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي، يعني ربما هذه استراتيجية مهمة جدا تقوم عليها الدولة المصرية في الوقت السابق والوقت الحالي، وهو الاكتفاء الذاتي. تمام، خلينا نتكلم ان هي خطوة جيدة جدا وخطوة عملاقة في الاتجاه الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. نعم، خلينا بس نوصل لمرحلة، هي خطوة قومية او خطوة رائعة في هذا الاتجاه. طب السؤال، هل ان انت نقدر نوصل للاكتفاء الذاتي بين يوم وليلة أو بالكميات المهولة من تم استصلاحها دي؟ لا. هل نقدر نقص بطريقة كبيرة جدا بحيث ان احنا بدل ما كنا بنستورد
في بعض المحاصيل زي المحاصيل الزيتية كنا بنستورد 98% من استهلاكنا، نقرب الفجوة لحد ان احنا ممكن نستورد 30-40% بس او لا نستورد، فدي اسمه تقليل فجوة، وايه تقليل دراماتيكي، تقليل رائع للفجوة الغذائية في مصر. طيب كذلك بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية طبعا دي طفرة. خلينا بس نرجع بالتاريخ لورا، ودي النقطة اللي أنا دايما بكلم فيها تلامذتي في الجامعات وفي المدارس والمراكز البحثية، بقول دايما إيه يا جماعة، بصوا إحنا متى بدأت الرقعة الزراعية لمصر من عهد سيدنا يوسف، كانت عبارة عن 1,000,000 فدان اللي هي على المناطق ذات الزراعات ذات اللي بتتزرع على النيل فقط لا غير. نعم. طيب كانت الرقعة الزراعية في الوقت ده كانت 1,000,000 فدان. جاء محمد علي وعمل طفرة من خلال القناطر ومن خلال شق الترع ومن خلال ده كله، عمل طفرة زراعية يدرسها العالم حتى الآن في مصر عشان يوصل الرقعة الزراعية لحد 4,000,000 فدان. خلينا نتفق جيدا ان ما يبديه في حكومة المنفعه فتاح السيسي والحكومه المخصصه والجهات القائمه على اعلم الان بما يخص 7,000,000 فدان اخرين جداد. مين يجي 7,000,000 فدان جداد دولت اللي هم ينضافوا للرقعه الزراعيه؟ معناها ان انا بعيد تاريخ مصر. نعم. من عصر الفراعنه الى لحد الالفينات كان كمية الأراضي المزروعة الفدادين المباشرة أو الأرض المباشرة هي كذا، كانت 7.8 مليون فدان. كل ده بتاريخ مصر منذ التاريخ لحد سنة 2000. خلينا نقول إن إحنا من 2013 لحد 2023 بنتكلم على ما يقرب من نفس ساحة. نعم. يعني على الأقل دكتور أنه سيكون في الفترة القادمة أو هذه المشروعات تقوم بدور الاكتفاء الذاتي على فترة أو على مدى متوسط، ربما على الأقل من بعض السلع أو من بعض يعني المحاصيل. لا لا لا، وفي معظمها، مش معناها معظمها. نعم. هي بتغطي فجوة كبيرة جدا تصل لـ70 و80. نعم. طيب دكتور، يعني أيضا أخيرا، لأنه ربما مسألة الأمن الغذائي أيضا مهمة للنقاش، لأنه مع التغيرات المناخية بتتغير التربة، ويعني بعض المحاصيل يعني بتصبح من الصعب زراعتها، فكيف يمكن لهذه المشروعات بأن تؤمن الأمن الغذائي لمصر في الفترة الحالية والفترة القادمة؟ خلينا زي ما أثنينا على مركز بحوث البحر أو على وعلى جهات وزارة الزراعة والري فيما يخص عمليات، خلينا وأثنينا عليهم إن أنت بتتكلم على ضعف على انك انت بتحمل 7-5,000 سنة بتعملها في 10 سنين. خلينا نثني على وزارة الزراعة والمراكز البحثية المخصصة بها فيما يخص عملية التوسع الرأسي. وماذا يعني التوسع الرأسي؟ هو ايجاد محاصيل متأقلمة مع ظروف التحار المناخ ومع ظروف الاجهاد الملحي او مع ظروف الزراعات الاراضي الجيرية مع ظروف الري المياه الشبه مالحه البراكش او السلاين. خلينا نتكلم كل ده كله اسمه ايه بقى؟ اسمه عمليه اقلمه للنباتات الاسيويه او النباتات الملحيه على البيئه المصريه، وعملينا نخترع او نستنبط انواع جديده من النباتات او من الغذاء يستطيع التعامل مع الظروف المناخيه ومع ظروف ظروف الجهاد المائي ومع ظروف ندرة المياه ومع ظروف درجات الحرارة المختلفة. ده كله بنسميه احنا تأقلم او استنباط انواع جديدة. زي ايه؟ يعني اقلمة هذا المصطلح بس عشان يمكن انا مش عارفه، والسادة المشاهدين ممكن يبقوا مش متعرفين عليه، هو جاي من فكرة التأقلم التأقلم وأخليها تتأقلم على البيئات المصرية. ده هذا إلى جوار استنباط أنواع جديدة من النباتات من اللي موجودة عندي فعلا ولكن يتم تأقلمها مع البيئات، مع ندرة المياه، مع ارتفاع درجات الحرارة أو تأخرها. نعم. مع الظروف المناخية المصرية
طبقا للتغيرات المناخية في الخمسين سنة القادمة. نعم. ده اللي احنا بنشتغل عليه كمراكز بحثية في هذه المرحلة. نعم. الدكتور صفي الدين متولي استشاري التنمية المستدامة، شكرا جزيلا لحضرتك.